للمزيد من المتابعة وسير العملية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالإمارات. أستاذ شعبان، تحية خاصة، الإمارات على موعد مع كوب 28 وأيضا على موعد مع انتخابات رئاسية 2024 ومشاركة المصريين في الإمارات العربية المتحدة في الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع. ماذا عن سير العملية الانتخابية حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، بداية اللجنة بدأت من الساعة 9 صباحا، في إقبال من مختلف الأعمار، في إقبال من مختلف الفئات، كل مشارك فيه مرونة في سير العملية الانتخابية. الحمد لله، يعني لحد الآن ما فيش أي معوقات، ما فيش أي مشاكل. يعني العملية الانتخابية في لما بنتكلم مع الناخبين الموجودين يقول الهدف الرئيسي ان انا اجي ادعم بلدي، ان انا اجي اشارك في الاستحقاق الانتخابي، انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي من بين المرشحين، هو الاقوى والاقدر على قياده البلاد في المرحله الحاليه. نعم، ماذا عن فتح لجان الاقتراع؟ هل تمت في المواعيد الرسميه لها؟ نسب الاقبال والرغبه في المشاركه؟ نعم، تمت في 9 صباحا في الوقت المحدد. نسبة المشاركة عالية جدا في الفترة الصباحية، وأيضا بعد صلاة الجمعة، لأن النهاردة الجمعة يعادل يوم عمل رسمي في دولة الإمارات. الحمد لله في إقبال على اللجنة في دبي واللجنة الموجودة في السفارة المصرية في أبو ظبي. نعم، عمليات الاقتراع تتم بكل شفافية، هناك صوت وصورة تنقل مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية. ماذا عن هذه التقنية ودورها في تسيير العملية الانتخابية وتسهيلها؟ أولا، حضرتك بتسهل العملية الانتخابية، وفي نفس الوقت يعني بيبقى فيه الرقابة يعني من الهيئة الوطنية للانتخابات. ما فيش أي مشاكل، ما فيش أي معوقات. الناخب ما بيكملش بالضبط أقل من دقيقة بيكون أدلى بصوته. الأمور بتسير بشكل حسن جدا لحد الآن، الحمد لله ما فيش ظهر أي مشكلة لا في لجنة دبي ولا في لجنة أبو ظبي. نعم، متى ستغلق صناديق الانتخاب؟ 9 مساء بتوقيت الإمارات العربية. بتوقيت الإمارات. نعم. ومن ثم ماذا عن صناديق الاقتراع؟ هل ستنقل؟ هل سيتم إرسالها إلى مصر؟ هل سيتم عمليات الفرز الخاصة بها داخل الإمارات في مقر السفارة؟ لا، دي حضرتك في نهاية الفترة الانتخابية في اليوم التالي. نعم، لكن هل تتضح الإجراءات أو الخطوات الخاصة بها؟ لا، الخطوات الخاصة بعملية الفرز والأمور دي لسه لم تتطلع. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالإمارات العربية المتحدة.